السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم احمد خالد، والنهاردة فيديو جديد وهنتكلم ازاي نشفر النسخة زي ما انا بشفرها، بمعنى هنشفرها صور وهنشفرها ما تخشش على تطبيق ايبيكي اديتور اللي هو ده، يعني انت هتشفر النسخة مش هتخش على الايبيكي اديتور وهتشفرها صور والنسخة مش هتتحرق معاك ومش هتبوظ معاك، علشان انا عارف ان طرق التشفير كلها بتحرق النسخة وبتبوظها وحرفيا النسخة بيحصل لها مشاكل كبيرة جدا. بس قبل ما نبدأ في الشرح، ايوه ركز معايا كده، قبل ما نبدأ في الشرح، لو انت اول مرة تشوفني اشترك في القناة، فعل الجرس، ده هيفيدني جدا وهيدعمني جدا جدا جدا. مش هقولك شير فيديو بقى والشغل اللي الناس بتعمله دوت، ولا نزلش شغل سكريبتات بقى وخد يا حب وخد يا مش عارف يا ايه وخد يا ايه والشغل المؤاخذة في الكلمة يعني الاهبل ده، لا انا بنزل لك المعلومة بتفيدك وانزل لك الحاجة بتفيدك، كل حاجه هتلاقيها موجوده في الديسكريبشن، يعني برنامج ام تي مانجر هو دوت اللي احنا هنشتغل من عليه باذن الله، موجود في الديسكريبشن من تحت، حمله ويلا نبدا في الشرح. اول حاجه هتخش على ام تي مانجر وهتخش على النسخه اللي انت عايز تشفرها، هنشفرها هنخليها ما تفتحش اول حاجه على اي بي كي اديتور، تمام كده. طبعا دي نسخه اف ام دوت، انا كنت عامل الفيديو من شويه والصوت باظ، بحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط لكم الدنيا. طبعا الهاند فري اللي معايا بايظه، فحتى دلوقتي بفتح بهاند فري او حتى الفيديو هو باظ، كنا هنخش عليه بالغلط، اعذروني، صورته مرتين وباظ، فالهاند فري اللي معايا باظت، ففاتح بايربود او ايبود او اي حاجه خيرها بود. المهم اول حاجه هنعملها علشان نشفر النسخه ان هي ما تفتحش على اي بي كي اديتور، هتدوس على النسخه بالشكل دوت وهتدوس معينه، بعد ما تدوس المعينه هتخش على اخر حاجه تحت خالص هتلاقيها باللون الاصفر اسمها السورس دوت، السورس ده تمام كده، وبعد كده هتدوس وضع الترجمه، وضع الترجمه دوت هو دوت اللي بيخليها تتشفر من على اي بي كي اديتور، يعني مش هتفتح على تطبيق اي بي كي اديتور، هتبوظ على التطبيق اما تيجي تفتحها من عليه، ودوت هنشوفه برضو في الفيديو دلوقتي، يعني انا بوريك كل حاجه لايف كانك بتتفرج على فيديو لايف، بس انا بوريهولك فيديو عادي بس بوريك كل حاجه بعينيك، تمام كده. هتيجي هنا عند ام تي مانجر هتلاقي تحت الكلمه على طول، اول كلمه فوق خالص ديت هتدوس عليها بالشكل ده، هيفتح لك ايه الكلمات دي، طبعا انت هتختار عشوائي اي كلمه في اي حته، المهم ان انت تختار كلمه عشوائيه بالشكل ده وهتمسح الكلمه اللي مكتوبه. طبعا في ناس بتقول لك حط بقى ايمو، حط ايموجي، حط كلمه تانية بتاع، لو حطينا كلمه تانية او حطينا ايمو بالشكل ده كده احنا ما حلناش مشكله، ما هو اللي هيجي يفك التشفير كل اللي هو هيعمله هيخش هنا ويجي يقلب كده يطلع كده هيلاقي القلب ده، هيروح داخل مسح القلب دوت وكاتب نفس الكلمه اللي فوق ديت كاتبها تحت، خلصت على كده فك التشفير. فلا انت مش هتكتب اي حاجه، انت هتسيبها فاضيه بالشكل ده وهتدوس حسنا، تمام كده، هتيجي تخش عليها تاني فاضيه اهي حسنا، تمام كده، وبعد كده هتعمل حفظ وخروج، وبعد كده هتعمل حفظ وخروج، وبعد كده هتفعل دي لو هي مش متفعله اللي هي اوتو سينج دي، لو مش متفعله فعلها خليها بلونها ازرق، وبعد كده هتدوس على حسنا، تمام كده. هو كده بيعمل اللي هو العمليه بتاعه الاستخراج بتاعته، او اللي هو كده خلاص بيشفرها من على اي بي كي اديتور، معنى كده ان هي مش هتفتح على اي بي كي اديتور، وده طبعا هنشوفه دلوقتي مع بعض، يعني انا بوريك كل حاجه. كده هي خلصت اهي، تعالوا نخش نجرب نفتحها من اي بي كي اديتور، اهو اي بي كي اديتور برو اللي هو افضل اصدار من اي بي كي اديتور، هتدوس على اول واحده كده وهنختار الملف بتاع النسخه اللي هي ديت طبعا، وبعد كده هندوس هنا، وبعد كده هندوس على اول واحده كده، احنا بنفتحها علشان نعدل عليها، تمام كده. المفروض بقى ان هي تفتح معانا دلوقتي ونعدل عليها طبيعي، لا هي مش هتفتح اصلا و خلاص كده اهو، بص مش هتفتح خلاص، انسى ان هي تفتح، لو فضلت قاعد مستنيها من هنا لبكره مش هتفك التشفير بتاعها ومش هتفتح، تمام كده. ده بالنسبه للتشفير اللي هو من اي بي كي اديتور، طبعا الموضوع دوت هيبقى مصلحه للناس وهيبقى عيب لناس تانيه، بمعنى طبعا هم نفس الناس، انتوا فاهمين قصدي ايه، اكيد هيبقى مصلحه لان انت لما تسرق نسخه وتيجي تعدل عليها وتشفرها علشان ما حدش يقفشك، وهيبقى عيب ان اغلبيه الناس هتعرف تشفر كويس وهتشفر صح ومش هتلاقي نسخ بعد كده تسرقها يعني. فالمهم هندوس بقى دلوقتي عشان نشفر الصور، هتدوس على وظيفة اللي في الجنب ديت، وهتسيب اول واحدة وهتسيب تاني واحدة وهتسيب كلمة استنساخ التطبيق تحت استنساخ التطبيق على طول اللي هي دي اللي هي ديت انا دايس عليها دلوقتي اهو،
هتدوس عليها بالشكل ده، اهي اسمها فوق اهو، تمام كده. هتلغي اول واحده وهتلغي تاني واحده، تشفير اسم موارد ار اي ار سي اس سي. المهم هنا هتدوس حسنا بعد ما هتشفرها، بعد ما هتلغي قصدي العلامتين دولت، اعذروني مش مركز، بعد ما هتلغي العلامتين بتوع الصح دولت هتدوس حسنا. كده هيبدأ يعمل لها عملية تشفير للصور بس. فلما يشفر الصور كده هو شفر لك تلات ارباع الحاجات اللي موجودة في الاسم، تمام كده. كده هو شفر لي هنا الصور. طب تمام، احنا دلوقتي عايزين نشوف الصور وهي متشفرة اهو. الصور بقت بحرف الار، حرف الار ديت يعني متشفرة. عن طريق برنامج ام تي مانجر، وهنا هيقول لك ايه المكان اللي موجود فيه التشفير بتاعها. هتلاقي ان المكان ده والمكان ده، تمام كده. وهتلاقي ان ايه المكان ده والمكان ده، طبعا هو بص معايا، هتدوس على دي دوس. هتبقى اللي فوقيها اف ام واللي تحت كوم دوت واتساب، فهو مش هيبقى عارف اني منهم اللي ممكن تتمسح او اني منهم اللي مش مفروض تتمسح، تمام كده. احنا حتى لو جينا هنا عند ديك كده هتلاقيها موجودة الاسم بتاعها، بس هو طبعا مش هيعرف يجيبها. صعب جدا جدا ان حد يعرف يعملها. لو عايزين نشرح ازاي تحط تشفير بعد التشفير دوت، هعرفك ازاي تحط تشفير وطريقه سهله وطريقه مضمونه وهتشتغل معاك وانا متاكد 100%. المهم احنا دلوقتي شفرنا كده النسخه من كل الاتجاهات، دلوقتي بقى معانا نسختين، النسخه اللي فوق والنسخه اللي تحت. اللي تحت ديت هي اللي مشفره، اللي اخرها حرف الار. شايف حرف الار ده؟ هتكتب اسم النسخة بتاعتك وتروح عامل حسنا. كده بقت النسخة بتاعتك اهي، اللي يجي يحملها بقى ويعدل عليها. طبعا اول ما يخش على معاينة من هنا هيلاقي ان هي مش هيلاقي ان هي مش هتفتح معايا اصلا اهو بالشكل ده، هيجي يخش كده مش هتفتح معايا اصلا. يبقى انت كده شفرتها له من ناحيتين. فطبعا اللي هيجي يسرق نسخ مش هيعرف يسرقها، اللي هيجي ولو سرقها فمش هنعرف احنا نطلع بقى اذا كان سرقها ولا مش سرقها. طبعا ده هيطلع بقى في اختلاف الشكل والشكل بتاع النسخة، وانا متأكد ان هو يقول لك لا ده الشكل دوت عادي وانا عامل مش عارف ايه، ويقعد يحور ويكذب يعني. طبعا اهو بص كده شايف الكلمة اللي جت دي، معناه كده مش هشوف الشكل بتاعها. النسخة بعد ما شفرناها كده على التطبيقين، حرامي لو فكر يسرق نسخة هيعرفك وهجيبها وهعرف الناس ان انت سارقها. المهم استنونا بفيديو جديد ازاي تفك التشفير، بس دوت مش هينزل دلوقتي طبعا. لحد هنا يكون الشرح بتاعنا انتهى. لو اول مرة تشوفني او اول مرة ليك اول فيديو يعني